فإننا مقبلون على شهر رجب، وهذا الشهر كان أهل الجاهلية يعظمونه، فقد ثبت عند ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يضرب أكف الناس إذا رفعوا يدهم عن الجفان، أي كان يمنعهم أن يصوموا، ويقول هذا شهر كان يعظمه أهل الجاهلية، أي كانوا يعظمونه فلذلك يصومونه. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية والحنيفية المحمدية أنها تخالف أهل الجاهلية. ثبت في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، الحديث. وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه لما عير رجلا بأمه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فإن من مقاصد الشريعة المحمدية مخالفة ما عليه أهل الجاهلية. وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة نافعة عظيمة في هذا، وهي بعنوان مسائل الجاهلية. وهذه الرسالة جمعت بين الاختصار وبين وضوح العبارة وسهولتها وغزارة فائدتها، فأوصيكم إخواني أن تقرؤوها، فقد ذكر مسائل كثيرة وقع فيها أهل الجاهلية وقد جاءت الشريعة بمخالفتها. وقد اعتاد بعض المسلمين هدانا الله وإياه أن يخصوا شهر رجب بعبادات بلا دليل شرعي، فوقعوا في مخالفات شرعية على خلاف دين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنبه إلى بعض ذلك. الأمر الأول: اعتاد بعض المسلمين أن يزيدوا صيام شهر رجب وأن يجعلوه شهر صيام، فإما أن يصوموه كله أو أن يصوموا أكثره، وهذا منهي عنه كما تقدم من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وثبت عند عبد الرزاق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يمنع من صيام رجب، قال رضي الله عنه: لئلا يتخذه الناس عيدا، وإنما يصام شهر رجب كغيره، بأن تصام أيام البيض ويصام يوم الاثنين والخميس كغيره من الشهور، فلا يخص بمزية إلا في حال واحدة، وهو من أراد أن يصوم الأشهر الحرم، وهي شهر محرم، وشهر رجب، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة. فمن أراد أن يصوم أشهر الحرم فإن صيامها كلها مستحب، كما ثبت عند عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم كالحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي وسفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم. فمن أراد أن يصوم أشهر الحرم فصام شهر رجب تبعا فإنه لا يكره، أما أن يخص شهر رجب بمزيد صيام فإن هذا من فعل أهل الجاهلية كما تقدم. الأمر الثاني: اعتاد كثير من المسلمين أنهم يصلون صلاة الرغائب، والمراد بصلاة الرغائب أنهم يحيون أول ليلة من ليالي الجمعة ما بين المغرب والعشاء بصلاة. فترى بعض المسلمين في كثير من بلاد العالم الإسلامي يجتمعون في أول ليلة من شهر رجب ما بين المغرب والعشاء فيحيونها بصلاة وغير ذلك، وهذا الفعل فعل منكر لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعله من البدع، ولو كان خيرا لصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. وقد نبه العلماء كالعز بن عبد السلام والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم أنه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الرغائب، وأن إحياء أول ليلة
وأن إحياء أول ليلة من ليالي الجمعة ما بين المغرب والعشاء من البدع المنكرة التي يجب أن نجتنبها. وقد ذكر العلامة أبو بكر الطرطوشي رحمه الله عن شيخه أبي محمد المقدسي أن هذه البدعة أول ما حدثت في القرن الخامس. أتدرون ما معنى هذا إخواني؟ أي ذهب الصحابة والتابعون وأتباعهم وأئمة المذاهب الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهم لم يفعلوا هذه البدعة، فبالله عليكم كيف تكون خيرا ويتركها أصحاب القرون الفضائل الأول؟ أسأل الله أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك، إنه أرحم الراحمين. الأمر الثالث، يحتفل بعض المسلمين بليلة الإسراء والمعراج ويظنون خطأ أنها في الليلة 27 من شهر رجب، لذا اعتاد كثير من المسلمين في هذا اليوم يذكرون أخبار السيرة والمعراج ويحتفلون بهذا اليوم، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول، لم يثبت دليل يعتمد عليه في أن يوم الإسراء والمعراج وأن ليلة الإسراء والمعراج كانت في الليلة 27 من شهر رجب. ثم ثانياً، لو قدر أنه ثبت في ذلك حديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان لم يحتفلوا بيوم الإسراء والمعراج ولم يلتفتوا إليه باحتفال ولا غيره، فيا لله كيف يكون خيرا ونكون أسبق إلى فعله. فاتقوا الله أيها المسلمون، وعليكم باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، وكونوا متبعين لا مبتدعين، وعضوا على التوحيد وعضوا على السنة بالنواجذ حتى تكونوا من الناجين. اللهم يا من لا إله إلا أنت، يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من البدع، اللهم احينا على التوحيد والسنة وأمتنا على ذلك حتى نلقاك راضيا عنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن من أعظم القواعد الشرعية والتي تواردت على بيانها الأدلة أن الدين قد كمل، وأن من أراد أن يزيد شيئا في الدين لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، فإنه بدعة مسخطة لله ومغضبة له، وإثم البدع كبير في الشريعة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع كل جمعة على المنبر. ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل جمعة: وكل بدعة ضلالة. وروى الخمسة إلا النسائي عن العرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد لبس الشيطان على كثيرين وخدعهم بأن هناك بدعة يقال لها بدعة حسنة، فصار كثير من الناس يحدث بدعاً فإذا أنكر أحد عليه
قال إنها بدعة حسنة، وظن أنه بقوله أنها بدعة حسنة قد سوغ البدعة وقد أصبحت مشروعة، وهو في ذلك مخطئ غاية الخطأ. يا إخوتاه، كيف يكون في الدين بدعة حسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ وروى المروزي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فاتقوا الله إخواني واحذروا البدع، وانشروا التحذير من البدع بين المسلمين حتى تعم السنة وتتبدد ظلام البدع.